أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في بلادنا مسائل الجرح والتعديل وعدم احترام العلماء والدعاة، فما هو الموقف من هذا؟ ومن هو الذي يجرح ويعدل؟ وكيف طبق سلفنا الصالح هذا على أرض الواقع؟ الجرح والتعديل هذا لأهل العلم، ما هو للمتعالمين والجهال. الجرح والتعديل هذا في علم الحديث، في علم الحديث، وهو خاص بالمحدثين وأهل العلم، من أجل صيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها شيء من الكذب، هذا هو المقصود. أما فعل هؤلاء المتعالمين فلا نسميه جرحا ولا تعديلا، بل نسميه غيبة، نسميه الغيبة والنميمة، هذا ما نسميه، ما هو جرح وتعديل، لأنه ليس في أسانيد الأحاديث. الجرح والتعديل يكون في رواة الأحاديث، وأما الكلام في الناس والكلام في العلماء وولاة الأمور فهذا نسميه الغيبة والنميمة والتحريش والتفريق بين المسلمين، هذا الذي نسميه. وعلى من ابتلي بشيء منه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتبرأ منه وينقذ نفسه، لا يكون مغتابا ولا نماما ولا يسيء الظن بالمسلمين وعلماء المسلمين بغير حق، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل.